حسان؟ يا عيونه لحسان يا روحه. خلصنا حسان، بدي احكي جد. جد والله جد يا عمري، امريني. انا لهلا في شيء ما عم افهمه. شيء ما عم تفهمي؟ معقول؟ مع انك بتفهمي عن بلد بحالها حبيبتي. يعني ما عم افهم شو طبيعه البرنامج، شو طبيعه الاسئله، من الضيوف، من المخرج، الديكور، الاكسسوار. انت ليش مستعجله هيك؟ ليش؟ شوي شوي بتفهمي كل شيء، طولي بالك. لك شلون ليش؟ اذا بكره التصوير لايف. اه خايفه ما هيك؟ متوتره كثير، حاسه حالي رايحه على المجهول. قولي على قلبي انا، انت ما حسان تقولي مجهول؟ انا رح اكون جنبك دائما، رح اخذك من البيت على التصوير. بتريدي اكون جنبك دائما؟ يا ريت. تكرم احلى عيون بهالكون كله.